للحديث أكثر عن اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية وما أسفر عنها من قرارات في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية السيد ماهر حجازي. أستاذ ماهر، بداية مرحبا بكم. الفصائل الفلسطينية تتفق على تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة وتدين التطبيع مع الاحتلال. بداية، كيف ترى هذه الخطوة التي جاءت بإجماع الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح الموقع على أوسلو؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. لا شك يعني هذا اللقاء يأتي في مرحلة حساسة وخطيرة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تآمر أمريكي ويعني داعم للاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل مشاريع تطبيع عربية مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك إجماع في هذا اللقاء على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي. هو الأمر ليس بجديد على شعب الفلسطيني وعلى الفصائل الفلسطينية، فصائل المقاومة الفلسطينية، ولكن يعني هذا الأمر يحتاج إلى يعني خطوات عملية. ليس الموضوع فقط هو حديث عن يعني حديث عن تفعيل المقاومة الشعبية. شعبنا الفلسطيني يقاوم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في القدس، في داخل فلسطين. الأمر يحتاج إلى إعلان، يعني إعلان إنهاء اتفاقية أوسلو التي هي وإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، التنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية مع هذا الاحتلال والذي تستهدف فيه كل المقاومين في الضفة الغربية وتمنع أي انتفاضة شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي اليوم عندما نريد أن يكون هناك إجراءات عملية حقيقية لهذا الاجتماع، لابد أن تبدأ بنعي اتفاقية أوسلو التي جرت الويلات للشعب الفلسطيني وإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال. كيف نستطيع الشعب الفلسطيني يعني يخوض مقاومة شعبية في الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي وهناك تكميم للأفواه من قبل السلطة وهناك يعني تنسيق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي؟ طيب، وبالتالي البوابة هي بوابة إنهاء أوسلو لضمان. نعم. أستاذ ماهر، كيف يبدو يعني يبدو أيضا يعني أن الاتفاق سيسبب حرجا لقيادة حماس ربما التي عقدت هدنة مع الكيان المحتل منذ أيام، كيف لحماس أن توفق بين مخرجات اجتماع أمناء الفصائل وبين اتفاقها مع الكيان المحتل؟ نعم، اليوم عندما نتحدث عن قطاع غزة، قطاع غزة عندما تقوم يعني حركة حماس توقع اتفاقيات تفاهمات يعني برعاية مصرية مع هذا الاحتلال الإسرائيلي، هذه التفاهمات تنطلق من مصدر قوة. عندما يعني قطاع غزة يقاوم الاحتلال الإسرائيلي، هناك معادلة ردع حققتها قطاع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، خسائر فادحة اقتصادية وعلى أيضا على المستوى البشري ولدى الاحتلال الإسرائيلي والمستوى السياسي، كثير من الخسائر على المستوى السياسي ألحقت قطاع غزة والمقاومة في قطاع غزة هذا الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هنا التفاهمات من انطلاق من مصدر قوة، بينما اليوم عندما نجد فعلا يعني فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية والدور السلطة الفلسطينية مع هذا الاحتلال الإسرائيلي، هي عبارة عن سلطة تتبع للاحتلال، وللأسف لا يستطيع يعني هذه السلطة لا تستطيع يعني أن توقف التنسيق الأمني رغم كل يعني الادعاءات والحديث السابق لقيادة السلطة في الضفة الغربية بأنها أوقفت التعاون الأمني مع الاحتلال، لكن هذا الامر لم يتم. وبالتالي اليوم للاسف ايضا يعني بالامس هذا يعني البيان الختامي تحدث فقط عن المقاومه الشعبيه للاحتلال الاسرائيلي، بينما يعني لم يشير الى انه الشعب الفلسطيني له كل الخيارات بكافه الاشكال ان يقاوم هذا الاحتلال الاسرائيلي، حتى بالمقاومه المسلحة التي كفلتها القوانين الدوليه لهذا الشعب الذي يعيش تحت الاحتلال. وبالتالي اليوم المنطلق الحقيقي يعني ليكون هناك حراس فلسطيني لإنهاء الانقسام، لإنهاء هذا الاحتلال، لقطع الطريق على صفقة القرن ومشروع التطبيع العربي الإسرائيلي، هو يبدأ بإعلان نعي هذه الاتفاقية وإعادة بناء وهيكلية منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تشمل الكل الفلسطيني، وأن لا تستفد السلطة الفلسطينية بمنظمة التحرير، وأيضا يعني أن توقع اتفاقيات باسم الشعب الفلسطيني. فالمنطلق اليوم الحقيقي لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني من هذا المنطلق نعم. إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. أستاذ ماهر، يعني حركة الجهاد أكدت وجوب العمل لتحرير كامل فلسطين من البحر إلى النهر، ألا ترى أن هذه يعني حركة الجهاد بهذا البيان ربما تزرع أزمة جديدة لمخرجات اجتماع الفصائل؟ فتعريف حدود فلسطين يختلف لدى الفصائل كما تعلم.
يعني الموقف موقف حركة الجهاد الإسلامي متماثل مع موقف حركة حماس، وأيضا مع معظم فصائل شعبنا الفلسطيني. اليوم الشعب الفلسطيني هو يعرف أن أرضه هي فلسطين التاريخية التي احتلت عام 1948، وبالتالي الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية تدرك تماما يعني أن الأرض الفلسطينية هي التي احتلت عام 1948، وبالتالي الجميع يطالب بإنهاء اتفاقية أوسلو التي هي أعلنت والتي تعترف بالاحتلال الإسرائيلي وبإقامة دولة فلسطينية على حدود 67. وبالتالي اليوم بيان حركة الجهاد الإسلامي، وكان هناك تحفظ يعني لحركة الجهاد الإسلامي على هذه النقطة بالتحديد اللي في موضوع الاعتراف أن الدولة الفلسطينية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67. بالتالي اليوم مطلب شعبنا الفلسطيني كل أرض الفلسطينية المحتلة عام 1948، وأيضا إنهاء هذا الاحتلال وتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى القرى والمدن التي هجر منها عام 1948. وبالتالي اليوم هذا الاجتماع، يعني هذا الاجتماع هو يعني نقطة مهمة في ظل المرحلة الحساسة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ولكن لا يمكن أن يتكلل هذا المجهود بالنجاح في ظل تمسك السلطة الفلسطينية باتفاقيات العار مع الاحتلال الإسرائيلي والتعاون والتنسيق الأمني. وبالتالي حتى الانقسام الفلسطيني لا يمكن أن ينتهي إلا بإرادة حقيقية، وشعبنا الفلسطيني شهد العديد من الجولات السابقة، جولات المصالحة، لكن لم تتم للأسف هذه الأمور، ولم يعني لم تنتهي هذه الحقبة من الانقسام الفلسطيني. بشأن اتفاقية أوسلو لإنهاء الانقسام، يعني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد ضرورة إنهاء الانقسام لمواجهة التحديات، وهو يعني يتطابق مثل ما تفضلتم عن موضوع إنهاء الانقسام. برأيك يعني هل ستوافق الفصائل على إنهاء أوسلو لإنهاء الانقسام، أم ستمزق فتح الاتفاقية للوصول إلى الهدف؟ الموقف الفلسطيني يعني بغالبيته هو داعي لإنهاء اتفاقية أوسلو لإعادة بناء وهيكلية منظمة التحرير الفلسطيني لتمثل الشعب الفلسطيني كله، حتى تمثل كل شرائح شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج. هذا هو المطلب الفلسطيني. وبالتالي اليوم للأسف نحن أمام تفرد في القرار من قبل السلطة الفلسطينية وحركة فتح في موضوع يعني التمسك بهذه الاتفاقية التي هي تعتبر، يعني طالما أن هناك تمسك بهذه الاتفاقية فأنا أعتقد أنه يعني الأمال ضعيفة في إنهاء الانقسام، والأمال ضعيفة في مواجهة كل المشاريع. يعني حتى الآن يعني صفقة القرن ومشاريع التطبيع وآخرها الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، يعني للأسف ربما يتخذون من اتفاقية أوسلو حجج لإبرام مثل هذه الاتفاقيات من الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي اليوم التقدم خطوة لتحقيق أي إنجاز فلسطيني اليوم يبدأ بإنهاء هذه الاتفاقية ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ليستطيع الشعب الفلسطيني وفصائل الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أن يسيروا جميعا في طريق واحد لإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا قطع الطريق على كل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية. وبالتالي اليوم المطلب الفلسطيني واضح هو، وأيضا بالأمس معظم يعني الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية أكدوا على ضرورة يعني إنهاء اتفاقية أوسلو للبدء بمرحلة جديدة من الصراع وإنهاء هذا على طريق إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي وعودة اللاجئين الفلسطينيين. وبالتالي أخيراً أستاذ ماهر، أخيرا لو سمحت، هل ترى أن الدول التي كانت تسعى لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية، هل ترى أنها ما زالت متحمسة؟ يعني للأسف اليوم معظم الدول يعني التي كان لها جهود في عمليات إنهاء الصراع، يعني كنا نتحدث عن مصر، نتحدث عن السعودية، أيضا كان لها دور في عدد من الجولات في إنهاء الانقسام الفلسطيني، ولكن للأسف اليوم هذه الدول تعيش أزمات داخلية، وربما يعني هناك بعض منها يعني يمتلك اليوم علاقات مضطربة مع الفصائل الفلسطينية، وبالتالي يعني ربما يعني يجب أن نعول على أنفسنا نحن الشعب الفلسطيني أن يعول وأن يكون القرار بيد الشعب الفلسطيني لإنهاء هذا الانقسام، لأن الانقسام أثر كثيرا على القضية الفلسطينية، وأيضا ساهم بموضوع أن يكون هناك مشاريع تآمرية، وأن يكون هنا أن يستفيد هذا الاحتلال يعني بمزيد من العلاقات التطبيعية مع الدول التي فعلا أضرت بالقضية الفلسطينية وبحقوق شعبنا الفلسطيني. شكرا لك أستاذ ماهر حجازي، المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية، كنت معنا عبر سكايب من أمستردام.